الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه ناوية تطولي معانا ولا راجعة تاني؟ لا مش راجعة. ايه اللي حصل؟ أنا لا طايقة نهال ولا ابنها ولا بابا. وأول مرة في حياتي أفهم اللي أنت حاسه ناحية ولاد عمك وعمك. ده موضوع كبير بقى. أوي. تحكي لي دلوقتي ولا لما ارجع من الشغل؟ اللي حصل ان انا اتظلمت وتعامل معايا زي اللي جدك عمله مع باباك. ايوه ايه يا اختي اترشي ولا واقع على ودانك كده؟ تكنيله في زق امك العفش، امال لو كانت عدله شويه. ده عامله زي السمنه البايته المقدده. حلو البيت. ايه عارفه انا مين؟ اه طبعا يا طنط عارفه حضرتك. اشربي ايه؟ اسمعي ابني تبعدي عنه خالص، ده راجل متجوز وعنده عيال. انا بس هشرح لحضرتك حاجه. بصي لما يجيلك انتي تصممي على الطلاق وتلحي عليه، اقولك ان قالك ايه السبب قولي له امك زارتني والصراحه ما قدرتش عليها، ايدها طرشه قوي يا طنط. بس اصلي يعني طنط لما تبقى تنططك. ايه يا اختي تعرفيني بقالك 30 سنه ولا ايه؟ وعشان انتي زي عيالي وعشان يا ست عندي ضمير ما احبكيش تطلعي كدابه. تعالي خلاص لازم تدوقي. لما تبقى تنططك ايه